بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، الفتيات والشباب، أنا الآن أتحدث إليكم ولكن عبر الأثير غير المرئي، ولا أدري هل أنجح كمذيع على الشاشة. هناك مشكلة واحدة، مذيعي الشاشة بيتعبوا ويواجهوا ضغط من الجمهور، وأيضا حتى لو نجحوا يتعب من المعجبين له. الله يعينه. لذا أرجو أن أكون دائما مقدم إذاعي لبرنامجي قبل أن يكون برنامجكم، وقد أسميناه فايف ام. سأفرد حلقة أو تايم لتعريف بفرقة فايف ام. باختصار، مخرج، معد نص سيناريوهات، مذيع مثلي، ممثل، وموزع صوت. هؤلاء هم خمسة ام، خمسة ميم بالعربي. هناك أيضا بث خاص بالإنجليزي. الآن أنتقل معكم إلى تي زيرو زيرو، تخص ممثل ودور قل هو مذيع، قال هو ممثل. لا أقول فاصل ونواصل، ولكن خليكم معنا. هناك بوابة لها قفل، وهناك مفتاح له ثمانية من السنون، وهناك سبعة من النوافذ، ولكل نافذة قفل، ولكل قفل مفتاح، ولكل مفتاح سنون. اليوم ها أنا أودعكم في رمضاننا آخر لياليه، عسى أن ألقاكم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت استوديو مصر، مقر النقل المباشر الإذاعي على التليجرام آت SORIXI52، وهي قناة التدريب لكل من أراد أن يكون ممثل محترف يصل إلى الدرجة XI58. تذكروا دوما XI تنطق بالعربي والإنجليزي شي، ويكتب إكس آي زي قل إكس آي
قل شيء. قال اكس اي قل شيء. اذا القاكم يوم الثلاثاء القادم بعد عيد الفطر، وكل عام وأنتم جميعا ونحن جميعا بخير وأمان.